بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الأعزاء، رح نحكي عن section 4.5 اللي هو equivalence relation. okay. وتعريف equivalence relation A a relation R المعرف على set A نسميها equivalence relation إذا هال R كانت تتميز إنها reflexive وsymmetric وtransitive، تحقق فيها ثلاث خصائص خلاص صارت equivalence. إذا انتفى واحد منهم فليست equivalence. فأي equivalence relation فيها الخصائص الآتية: كل عنصر لازم يرتبط مع نفسه. for every A تنتمي لل A capital A related to A. إذا A related to B then لازم تلاقي B also related to A، لازم يكون symmetric. okay. وإذا A related to B و B related to C then لازم تلاقي A related to C واللي هي transitive. لازم تحقق فيها هذول الثلاثة شروط حتى تكون equivalence relation، واللي هي تكون reflexive وsymmetric وtransitive. كل عنصر لازم يرتبط مع نفسه، وإذا A يرتبط مع B لازم تلاقي B يرتبط مع A، وإذا A يرتبط مع B و B يرتبط مع C لازم تلاقي also A يرتبط مع C. الآن example عليها. فافرض عندي A فيها 1 2 3 4 set A، و R فيها 1 مع 1 1 مع 2 و 2 مع 1 و 2 مع 2 و 3 مع 4 4 مع 3 3 مع 3 و 4 مع 4. بنلاحظ انه كل عنصر ارتبط مع نفسه، لقينا 1 مع 1 و 2 مع 2 و 3 مع 3 و 4 4، فهي ريفلكسيف. اذا لقينا عنصر ارتبط A مع B لازم الاقي B مع A. خلينا نشوف، نجرب العنصر الثاني 1 مع 2، شو بلاقي؟ الاثنين مع الواحد، يعني لقيت الاثنين مع الواحد. الثلاثة ارتبط مع أربعة، كمان لقيت الأربعة ارتبط مع الثلاث، فخلص تعتبر إيش also symmetric. هل هي transitive؟ نجرب واحد مع اثنين والاثنين مع الواحد، هل الواحد ارتبط مع الواحد؟ يعني ارتبط واحد مع الواحد. ثلاث مع الأربعة والأربعة مع الثلاث، ثلاث مع الثلاث، الأربعة مع الثلاث والثلاث مع الثلاث، كمان لقيت الأربعة مع الثلاث، وهكذا. فهي also transitive. وبين عندك بالرسمة إلها diagram لإلها إنها reflexive لأن كل عنصر ارتبط مع نفسه، وsymmetric لأنه في روحة ورجعة على بين، إذا كان في روحة فراح تلاقي رجعة. وهل هي transitive؟ yeah also transitive. فR بتحقق فيها reflexive وsymmetric وtransitive، وتعتبر إيش also equivalence relation. مثال ثاني، إذا A هي كل ال C اللي هي كل ال integers، و R معرفة إنه A ترتبط مع B وبنتمو ل A cross A where A بنسميها هون حاطين بخطأ A بتساوي B، وما ما بنقراها A بتساوي B، هي ثلاث شحطات لازم يكونن، يعني A congruent to B. وهي شو بتعني لنا؟ إنه A و B بيرتبطوا مع بعض إذا قسمناهم على اثنين بعطونا نفس الباقي. وهذا الاكزامبل مثلا واحد وثلاثة، ليش ربطناهم مع بعض؟ لأنه لو قسمنا الواحد على اثنين ولو قسمنا الثلاثة على اثنين بعطونا ايش؟ نفس الباقي، بضل هون واحد وهون بضل ايش؟ واحد. ثلاثة والخمسة نفس الاشي، قسمناهم على اثنين بعطونا هون باقي واحد وهون بعطونا باقي واحد، وكذلك واحد والخمسة وثلاثة والسبعة والسبعة والثلاثة. وفي عندك كثير من الأزواج المرتبة الموجودة ايش بالزي دي الانتجر نمبر. فهل R هي equivalence؟ ممكن أحط ثلاث مع ثلاث وإلي نفس الباقي، صحيح لو قسمنا اثنين فهي reflexive. هل هي symmetric؟ also هي symmetric. وهل هي transitive؟ راح تكون إيش transitive؟ يا فا A بيرتبط مع A و A بيرتبط مع B و B بيرتبط مع A و A بيرتبط مع B و B مع C، بتلاقي كمان A يرتبط مع C، فهي equivalence relation، تحقق فيها ثلاث شروط. مثال آخر، let A هي C اللي هي set كل integer، R عرفناها بحيث إنه A وال B يرتبطوا مع بعض إذا A مالها أقل أو تساوي B. then هل هذه هي reflexive؟ أقل أو تساوي العنصر بيرتبط مع نفسه، A أقل أو يساوي A، صحيح هذه هي reflexive. هل هي symmetric؟ A أقل أو يساوي B، يعني الاثنين أقل أو يساوي الخمسة. هل الخمسة أقل أو تساوي الاثنين؟ لا، هذه مش صحيحة، فهي ليست symmetric. okay. فإذا A أقل أو تساوي B لا يعني أنه B أقل من الـ A. okay. فانتفى فيها not symmetric مع أنها also transitive. فبهي الحالة
ليست equivalence، انتفى فيها واحد الشروط فليست equivalence، not equivalence relation هذه العلاقة. إذا أعطيتك العلاقة عرفتها بشكل matrix، أعمل R1 بنلاحظ بنطبق عليها ثلاث شروط، هل هي reflexive؟ انتبه على المين diagonal كله zeros فليست reflexive، ولا عنصر ارتبط مع نفسه فهي irreflexive. أوكي، فما دامها irreflexive خلاص ليست equivalence، معناها symmetric. أوكي، معناها transitive. transitive بتروح تميزها من خلال توجد أعمل R squared ترجع إيش نفسها، إذا رجعت نفس الأمل R1 خلاص تعتبر إيش تنزل. انتفى واحد منهم اللي not irreflexive كانت فليست equivalence. أما انتبه على الأمل R2 هل هي reflexive؟ المين دايجونال كل واحدات فهي reflexive. symmetric symmetric transitive، إذا طلعنا أمل R squared هي نفسها أمل R2، أمل R2 هي نفسها أمل R2 squared. أوكي، فهي إيش equivalence، طبق عليها ثلاث شروط. The equivalence relations will partitions، في علاقة بين التجزئة وتكون الrelation من نوع equivalence. إذا عرفنا P فيها A1 A2 AN هاي نسميها partition على الست A. شو معنى partition؟ إذا أخذنا الـ A1 للـ AN عملنا اتحاد بيناتهم كلهم بشكلنا الـ A، هي اليونين لـ I الـ J goes من واحد للـ N، الـ J بتساوينا الـ A كاملة. وإيش الشرط الثاني؟ إذا تقاطع أي two sets داخل هالبارتيشن تقاطعهم دايما phi، فـ AI تتقاطع مع AJ بتساوي phi لكل I لا تساوي J، هاي معنى البارتيشن مرسوم عندك رسمي على جنب. أوكي؟ فإذا عرفنا relation بحيث A ترتبط مع B، وفي شرط حددناه إذا A و B are in the same AJ أو in the same block أو in the same set، okay. then R is equivalence relation، تعتبر هذه العلاقة equivalence. يعني أي علاقة عرفناها على هذه set A بحيث أي عنصرين مرتبطين مع بعض لازم يكونين في نفس الست اللي يسميها AJ أو نفس البلوك. إذا ما كانوش ارتبطوا مع بعض ولكن كل واحدة في بلوك مختلف فليست إكوبلانس، لكن تعرفت الريليشن بهذه الطريقة راح تكون إيش إكوبلانس، لأن هذه الريليشن راح تكون إيش من نوع ريفلكسيف، كل عنصر راح يرتبط مع نفسه، وراح تكون سيمتريك لأنه إذا لقينا A ارتبط مع B راح نلاقي B ارتبط مع A، راح تكون ترانزيتيف ونس A B ارتبطوا فB C ارتبطوا راح تلاقي A C ارتبطوا مع بعض. هاي بين بارتيشن، أي بارتيشن موجودة على A إذا عرفنا relation على هذه الـ A وكانت عناصرها في نفس البلوك في نفس الـ AJ فخلاص تعتبر equivalence هذه relation. مثال عليها، عندك A capital فيها من واحد للأربعة، البارتيشن الـ P فيها A1 و A2 وحيث الـ A1 فيها واحد اثنين ثلاث والـ A2 فيها شغل الأربعة. الآن هل يعتبر الـ P partition؟ يا partition لأنه اتحادهن بعطينا نفس A وتقاطعهن H Y. فالـ equivalence relation اللي بدنا نعرفها R على هذه الـ partition واللي هي الـ A نفسها بدها تكون، أوكي؟ كيف بدك تعرف relation على هذول الـ partitions اللي هن الـ A1 والـ A2؟ بتروح على البلوك الأول اللي هو A1، بتخلي كل العناصر ترتبط مع بعض بحيث كل عنصر يرتبط مع نفسه وينتبط مع إيش؟ مع الباقيات، فواحد مع واحد، واحد مع اثنين، واحد كمان مع ثلاث، كمان the same thing، اثنين مع اثنين، اثنين مع ثلاث، واثنين مع الثلاثة ومع نفسه مع الواحد، أوكي؟ وكمان ثلاثة برتبط مع الواحد، برتبط مع الاثنين، برتبط إيش مع نفسه. الأربعة ما فيش غير يرتبط مع نفسه، ما بصيرش العنصر يرتبط مع إيش؟ عنصر آخر من البلاك الثاني، لازم يرتبط بس مع نفسه مع العناصر الأخرى داخل البلاك. فهذه الـ R هل هي equivalence؟ يا راح تكون equivalence كل عنصر ارتبط مع نفسه وهي symmetric وكمان transitive، فتحقق فيها ثلاث شروط فهي إيش equivalence، لأنه أي relation جبتها معرفة على partition بحيث كل عنصر يرتبط مع العنصر اللي في نفس مجموعته أوكي أو في نفس البلاك فهي تعتبر إيش equivalence. Equivalence relations will partition. إذا عرفنا R equivalence relation على A، يعني جبنا A capital
وعرفنا equivalence relation على هال A. إذا A و B بنتهم ولا A capital N A related to B إذا وفقط إذا R ال A نفس R ال B. أوكي بقول لنا إذا كانت عندك R equivalence معرفة على A وعندك عنصرين نفرض A و B موجودات في الـ A capital. إذا A و B ارتبطن مع بعض هذا بيؤدي إلى إنه ال R لل A هو نفس ال R لل B. مين هو ال R؟ اللي هو يعني العناصر اللي بيرتبطن مع ال A هنا نفس العناصر اللي بيرتبطن مع ال B. يعني الـ relative set اللي سميناها بالأول مين هن الـ images للـ A هن نفس الـ images لمين؟ للـ B. أوكي؟ الـ image اللي هن مع مين برتبط؟ فأفرض عندي R فيها 1 2 1 1 1 2 1 2 2 وهكذا. هاي relation معرفة على الـ A اللي 1 2 3 4. إذن هاي الـ R بين إنها equivalent. طيب طلعنا مع مين ارتبط الواحد؟ الواحد ارتبط مع الواحد وارتبط مع الاثنين صح؟ فآر الواحد هو واحد واثنين وآر الاثنين شوف النية الاثنين ارتبط مع الواحد وارتبط مع نفسه آر الواحد هو نفسه آر الاثنين. طيب روح شوف النية ثلاثة والأربعة ثلاثة والأربعة بنلاحظ إنه آر الثلاث سهو ثلاثة وأربعة وآر الأربعة هو نفسه إيش؟ ثلاثة وأربعة. فعندنا آر الواحد نفس آر الاثنين وآر الثلاث نفس آر الأربعة و وانس انه العنصرين ارتبطن مع بعض لازم الار الهم يكون ايش متساوي. هاي اذا كانت الار من نوع equivalence. اوكي طيب هذا شو له دخل بالبارتيشن؟ فممكن انا من equivalence relation اللي معرفة على A اروح اجيب partition. كيف بقول لنا R هي equivalence relation معرفة على A capital ال P اللي هي البارتيشن هي كولكشن لمين؟ للمجموعات الريلاتيف اللي وجدناها اللي هي الار و ايز. اوكي بحيث الايز مالها تنتمي للاي كابيتال فهي البي از بارتيشن للاي. اوكي ار الاي از كولد ايكوفالنس كلاس اوف اي ان اي. اوكي بنسميها الايكوفالنس كلاس اوف اي سمول ان اي كابيتال. فالبارتيشن هو ار الاي بحيث كل اي بينتمي للاي كابيتال هاي بنسميها الكوشنت ست. بنسميها ايش؟ المجموعه القسمة. اوكي donated by A divided by R. البارتيشن هي نفسها مين؟ A على R. A على R تجيب A تقسمها على R شو بدها تعطي؟ اللي هن المجموعات اللي بنسميها equivalence classes وهن ال R of A. فهذا الحكي implies انه A على R هي R of A such that A تنتمي لل A capital. اوكي الآن بجوز مش واضحة غير مثال موضحها خلينا نحكيها مرة ثانية. الآن إذا عندك equivalence relation منها بتقدر إيش أنت توجد partition. مين هن البارتيشن؟ كيف بتوجدهن؟ البارتيشن ما هي إيش؟ مجموعة فيها إيش؟ مجموعة جزئية. طب منين بدي أجيب مجموعة جزئية داخل هذه البارتيشن؟ هنا نفسهن الريلاتيف set اللي طلعناهن للequivalence relation. أوكي؟ يعني R ال A بتجيبهن بتجيب الـ R الـ A لكل A تنتمي للـ A capital بتحطها داخل المجموعة بتسميها إيش الـ partition وهي نفسها مين؟ هي A على R هي الـ quotient set من كأنك تقسم الـ A على R تأخذ الـ A بتقسمها على R بعطيك إيش الـ relative set لكل العناصر الموجودة في الـ A capital. مثال افرض عندها R هي معرف فيها 1 1 1 2 2 1 وهكذا وهي relation على الـ A اللي فيها 1 2 3 4 R is equivalent واضح لك then the partition البارتيشن على هذه ال R أو من الريلاتيف اللي هنا طلعنا الريلاتيف للواحد نفس الريلاتيف للاثنين الريلاتيف للثلاثة نفس الريلاتيف للأربعة ومين هن ال R ال A's كلهن شو إما واحد واثنين وثلاثة وأربعة صح؟ فال A على R هي R الواحد و R الثلاثة ما هي R الواحد هي نفسها R الاثنين R ثلاثة نفسها أربعة فكتبنا R الواحد يعني أنا نفسها R اثنين وتساوي لنا واحد واثنين R ثلاثة نفسها أربعة وتساوي لنا ثلاثة وأربعة فهذا هم A على R وهي نفسها إيش ال P اللي هي البارتيشن. فالبارتيشن شو فيها واحد اثنين مجموعة جزئية واحد اثنين والمجموعة الجزئية الثانية اللي هي ثلاثة وأربعة واللي هي نفسها A على R. شفنا المثال اللي بالماتريكس اللي هي M ال R2 فيها واحد واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو 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 وان زيرو 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 وان هاي بنسميها equivalence relation
وبتكون A على R. انتبه الايمجز تبعات اول عنصر نفس الايمجز R الواحد نفس R الاثنين، R الثلاثة ما فيش زيها، R الاربعة تختلف عن الكل. ف R الواحد بتحطها داخل A على R، شو بتساوي R الواحد و R الثلاث و R الاربعة. R الواحد مين هي؟ الواحد والاثنين. الR الثلاث مين هي؟ الثلاثة مع الثلاث، وR الأربعة اللي هي أربعة مع الأربعة. هذول شكلين إيش؟ partition، أوكي؟ partition واللي نسميها بس تكتبها بشكل ست. مطلوب منك تحل الـ exercises في page 139، أوكي؟ يعطيك العافية.